تيميمون بأراضيها الشاسعة بواحاتها الجميلة وقصورها العريقة وبطاقاتها وإمكانياتها الهائلة ترسم مسارا واضحا كولاية فتية مستحدثة نحو تجسيد تنمية محلية واقعية تتطلع إليها الساكنة. نشوفوا على الولاية الجديدة هي أنها حلت كثير من المشاكل واخيرا تنفس السعداء سكان تميمون. ملي جات ولايه الحمد لله درك كيما نقولوا تقربت لنا الاداره ولات لا مركزيه. لاباس ماشي كيما كانت كاع. هي لاباس الحمد لله راهي شويه شويه راهي تزيد تتطور ان شاء الله. كون تميمون منطقه سياحيه بامتياز نتاملوا ان شاء الله هنا نظره استطلاعيه تشرفونا وتشرف البلد. تحديات كبيره تنتظر هذه الولايه ومجهودات جبارة تبذلها الدولة لبعث المشاريع التنموية فيها، وزيارة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية سانحة للوقوف على أهم المشاريع والإنجازات. ونحن نتواجد هنا مثلا بالحماية المدنية بالوحدة الرئيسية وبالمديرية الحماية المدنية، ارتئينا إلا أن نقوم بتوزيع العتاد الذي يمكن إذن هذه المديريات على مستوى ولاية أخرى على مستوى 10 ولايات أن تقوم بدورها كما ينبغي، إضافة إلى أكثر من 1200 منصب شغل تم فتحه على مستوى إذن هذه الولايات. ولأنها ولاية فلاحية بامتياز فقد تعززت تيميمون بمحطة لتصفية المياه المستعملة مجهزة بأحدث التكنولوجيا. تعتبر هذه المحطة من المحطات الجد متطورة، يعني يوجد فيها 3 من الجهة في الجزائر. هذه آخر ما وصلت لي التكنولوجيا في معالجة المياه. سعة المحطة تقدر ب 13000 متر مكعب يوميا. برامج جديدة وبعث مشاريع أخرى في هذه الولاية هو ما تسعى إليه الدولة في المرحلة القادمة. لا من طبيعة تكون يعني بطاقة تنموية للولاية وفقا إلى ما تم طلبه من قبل وما تم الاتفاق عليه محليا ومركزيا، وإن شاء الله في الأسبوع الأول نقدم لهم يعني المقررات للشروع في إنجاز العمليات العديدة. بنظرة حصيفة وحكيمة ورؤية استراتيجية تواصل الدولة تبني خطتها التنموية نحو واقع جزائر مزدهرة في كل المجالات.